بسم الله الرحمن الرحيم. سليمان من مشجع فريق اتحاد طنجة، وان شاء الله نتمنوا فاز فريق اتحاد طنجة في الذهاب اياب كاس العرش ضد فريق الخميسات، وان شاء الله نحققوا المبتغى، وان شاء الله تاهل هنا نحسموا في مدينه خميسات وكذلك في مدينه طنجة، ونتمنى التوفيق ان شاء الله لابناء المدينة. شكرا. سي عبد الرزاق بالعربي، المدرب المساعد لفريق اتحاد طنجة، شنو هي اخر استعدادات فريق اتحاد طنجة لمواجهه اتحاد الزمور الخميسات؟ بالنسبه لهذه المقابله ديال كاس الاتحاد الزموري خميسات، هي مقابله بالنسبه لنا، هي مقابله كسائر المقابلات. كتعرف اللي لعبنا البطوله اخر ماتش ديال البطوله، الوقت عندنا ضيق باش تلعب المقابله ضد الخميسات، ولا حنايا اللاعبين هما مشجعين لهذه المقابله، نمشيو ان شاء الله نحصلوا على واحد النتيجه ايجابيه اللي تخول لنا باش نلعبوا مقابله الروتور باريحيه. يعني فريق اتحاد طنجة مستعد؟ بكل صراحة غاديين، لأن غاديين حنا في خط تصاعدي، ونتمنى إن شاء الله نبقاو غاديين في هذا الخط التصاعدي، لأن لاكوب بقى فيه تقريبا غير دوماش باش توصل لافينال، وهذا في حد ذاته خصنا اللاعبين واعين بالمسؤولية، ونتمنى إن شاء الله نمشيو إن شاء الله في هذه المقابلة نحققوا نتيجة إيجابية، وباش اللاعبين في المقابلة ديال الأيام إن شاء الله يلعبوا بأريحية إن شاء الله، ونقدموا الفرجة اللي كيتلزم علينا، وهذا لأن مقابلة الكأسية كتعرف فيها غير أربعة مقابلات توصل النهاية، بحد ذاته هذا راه كنتمناو نحققوا واحد الإنجاز اللي هو كيشرف فريق اتحاد طنجة. الحالة الصحية ديال هيرفي؟ هيرفي الحمد لله في صحة جيدة، وإن شاء الله دابا غير كيتمرن إن شاء الله، وفي إن شاء الله المقابلات الجاية إن شاء الله غيكون موجود. سي عبد الرزاق بالعربي، شكرا جزيلا، طنجة سبور كيشكركم. شكرا على واجبك.